ياسر محمد حسين حساسة من شركة أطلس العمام والولاد. احكي لي اللي حصل معاك بالظبط. احنا انا اتفصلت يوم 22/3. كان ايه اسباب الفصل؟ بسبب المفاوضة الجمعية. ودخلنا في اعتصام من 5/3 ل 22/3. وتم فصلي يوم 22/3 بسبب طبعا ادعى ان احنا اضراب وبتاع واضراب عن العمل. مع ان كان الحمد لله كان في شغل في الشركه ومفيش اي توقف في العمال كان شغاله وكل الشركه شغال. دخلنا في فوضى جماعيه في الشركه وجبنا حقوق العمال وراحت والفوضى الجماعيه راحت ليها تكمله ثانيه اسمها الوساطه. لازم يدفع على الشركه تدفع 1500 والنقابه العامه تدفع 1500. رئيس مجلس الاداره لان هو هيدفع فلوس كتير بسبب مخاطره هيدفع فلوس كتير. فاحنا اكبرناه الحمد لله اكبرناه ان هو يدفع 1500. فاهم زمان دفع 1500 بعد عملنا اعتصام. بعديها هو فصلني عن العمل انا ومهندس شريف مراد. هو راجل مريض في المستشفى وانا اضربت عن العمل اضربت عن الطعام يوم 5/3 6/3 رحت المستشفى سيد جلال ودوني افاقه 21 يوم. ورغم كده رحت الشغل وفي يوم 18/3 اغمى عليا ورحت المستشفى ودوني اجازه لمده اسبوع. بعد كده تم فصلي في خلال الفتره دي. طب هذا انت وصلت كام زميل؟ احنا ثلاثه مهندس شريف مراد وحسين حسن علي سرور وياسر محمد حسين. وحتى الان لم حدش رجع؟ رجع حسين سرور قدم اعتذار كتابي. فالراجل قلت لهم لنا اعتذروا وانا هرجعكم العمل. انا رفضت الاعتذار. انا ما عملتش حاجه انا بدافع عن حقوق المال. ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ان انا اعتذر؟ لا مش بعتذر. اعتذر ليه؟ انا بطلب حقوق العمال. انا محمد ابو الغيط عامل في شركه شبكات احدى شركات نجاز للغاز الطبيعي. اللي حصل معانا ان احنا شركه نجاز دي شركه غاز واخده حق امتياز من الهيئه العامه للبترول من تحديدا الشركه المصريه للغازات الطبيعيه ايجاز بحق امتياز توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحصيل الفواتير. فشركة نجاز عشان تضيع على العمال حقوقهم في الأرباح والمرتبات والترقيات وكده عملت شركة من الباطن اسمها شركة شبكات. هي المساهم الأكبر فيها علشان يعني وتعادت معها بعمولات قليلة جدا عشان تضيع على العمال حقهم في الأرباح وحقهم في التسوية بينهم وبين عمال شركة نجاز. فاحنا طبعا ابتدينا ناخد اجراءات قانونيه في ان احنا نروح نشتكي في مكاتب العمل ونعمل مفاوضات جماعيه ونلجا للتحكيم. وابتدينا نرفع قواضي على الشركه وعندي الفصل في القواضي شركه نجاز اللي هي المساهم الاكبر في شركه شبكات خد القرار بتصفيتها عشان يضيعوا علينا حق حقوقنا وكده. فبرضه راحوا يتعاقدوا مع شركه مقاول من الباطن اسمها شركه الغردقه. واحنا عرفنا من المسؤولين في الشركه ان شركه نجاز برضه تعتبر مساهمه فيها وابتدوا يضغطوا علينا عشان احنا نمضي في شركه الغردقه المقاول ديت بمرتبات اقل من شركه شبكات. وابتدوا من وسائل الضغط عليهم ان هم منعوا عننا القبض شهرين. يعني احنا دلوقتي بقالنا شهرين ما قبضناش وفي عز الظروف ديت طبعا ناس بقالها شهرين ما قبضتش في اسر وفي بيوت محتاجه فلوس وكده وهم بيجبرونا بيضطرونا ان احنا نعمل كده. واحنا فعلا بالفعل رحنا لاسم مدينه نصر اسم اول عشان ناخد تصريح بالتظاهر قدام وزاره البترول عشان نعرض مشاكلنا وطلباتنا للوزير. والاسم رفض. يعني مأمور الاسم اتصل بمساعد وزير الداخليه وعلى التليفون وقال له لا ما تدهمش التصريح ما تسمعهمش بالتظاهر لان وتحجج بان عرض الشارع اقل من 100 متر حسب قانون التظاهر ان ما ينفعش يعمل مظاهره في شارع اقل من 100 متر بعرضه. ما فيش طبعا شارع في مصر عرضه 100 متر فمعنى كده ان مش هيبقى فيه مظاهرات خالص. ف
دي حاجة وابتدى يعني يهددنا، بس يعني بصيغة ان هو خايف علينا، ان هو يعني صيغة التهديد اللي هو يعني هو يعني صيغة التهديد بس يعني متغطية بان هو خايف علينا، ان انتوا ممكن يندسوا وسطيكوا عناصر مخربة من اخوان او من اي شركات تانية جاية تتظاهر، يستغلوا الموقف يفضادوا يكسروا او كده. فقال لي انا مش هيبقى قدامي منكم، مش هيبقى قدامي غيركم، انتوا اللي قدمتوا المظاهرة، فانا هضطر اقبض عليكم انتوا وانتوا مش وشي كده، وفضل يعني يهددنا بالاسلوب دوت. المهندس شريف مراد محمود، شركة اطلس العمال المقاولات. والله اسباب فصل العمال كان في شركة اطلس ان هم كانوا طلبوا بمطالبات حقوقية، هي كلها حقوق ليهم مهدرة، يعني الشركة ما بتدهمش جزء من حقوقهم، ولم تكن فيها اي مطالبات فئوية نهائية. كان كل طلباتهم طلبات تخص الاجر، الاجور الاساسية والبدلات الاساسية، فسلكوا كل المسالك القانونية وتوجهوا الى وزارة القوى العاملة وعملوا فيها ما يسمى بالمفاوضة الجماعية بعدة طلبات. انتهت المفاوضة الجماعية الى تحقيق جزء من طلباتهم نظرا لتعنت الشركة وتحويل الموضوع الى موضوع الوساطة، شرط ان تدفع كل من الشركة والنقابة العامة مبلغ الشيك المتفق عليه في اتفاقية الوساطة، وهو كان مبلغ 1500 جنيه من الشركة و1500 جنيه من النقابة العامة. تقاعست الشركة ورفضت القيام بدفع الشيك، ولذلك لعرقلت جهود الوساطة. فما كان من العمال إلا إن هم خطبوا جميع الجهات المسؤولة في البلد، والكلام ده كان سنة في شهر 2/2/12، إلى أن جاءهم جواب من وزارة القوى العاملة بانتهاء الفترة المسموحة باستكمال عملية الوساطة نظرا إن الشركة لم تقوم بسداد المبلغ. فما كان من العمال إن هم خطبوا الجهات للقيام إذا لم تلتزم الشركة بدفع قيمة الشيك لاستكمال لمرحلة الوساطة إن هي هيقوم باعتصام، وفعلا رفضت الشركة إلى أن بدأ العمال في اعتصامهم في 5/3/2012، وخطبونا ووقفنا جنب العمال نساندهم، واستمر هذا الإضراب فترة من الزمن تبادل فيها. كان كل هدف الشركة ليس حل مشاكل العمال، ولكن كان هدف الشركة محاولة إيجاد شكل قانوني للعمال دي لمحاولة الإضرار بيهم، مع التزام العمال الكامل بسلمية الاعتصام واستمرار العمل داخل المنشأة، ومع الضغوط من كل الجهات الخارجية اضطرت الشركة إلى دفع قيمة شيك الوساطة هي والنقابة العامة. وفي هذه الأثناء وبعد المفاوضات النهائية بحضور 2 من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الإدارية للنقابة العامة للأخشاب، فوجئنا بصدور قرار فصل إلى 3 من الزملاء. بعد صدور قرار الفصل كان تم إعلام جميع العمال بأن الشركة دفعت شيك الوساطة هي والنقابة العامة،